في العاشر من شهر ديسمبر الماضي فقد المنبر التقدمي أحد كوادره المعروفين الرفيق الدكتور إسماعيل عبد الرحمن القصاب بعد معاناة مع المرض. رفيقنا الراحل نشط في العمل السياسي والنضالي منذ أن كان طالبا في بداية الستينيات القرن الماضي، وسيرته السياسية حافلة بالعديد من المحطات والمواقف، وبالتأكيد سوف تقرأ علينا من رفاقه وأصدقائه هذا المساء. نبدأ التأبين بكلمة المنبر التقدمي يلقيها الرفيق فاضل الحليبي نائب الأمين العام للشؤون التنظيمية. مساء الخير جميعا. قبل أن أقرأ كلمة التأبين الخاصة بذكرى رحيل رفيقنا دكتور إسماعيل القصاب، يتقدم المنبر التقدمي بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أبناء وأسرة ورفاق وأصدقاء الرفيق الراحل الفنان فوزي الشاعر الذي توفى بالأمس، له الذكرى العطرة والخالدة. الرفيق المناضل أحمد الشملان الرئيس الفخري للمنبر التقدمي، الرفيقة الدكتورة هدى مرهون، العزيزين نضال وعلاء، عائلة فقيدنا الدكتور إسماعيل، أصدقائه، الرفيقات والرفاق، الحضور الكريم، أسعدتم مساء. نلتقي معكم هذا المساء لتأبين فقيدنا الرفيق الدكتور إسماعيل عبد الرحمن القصاب بعد أن كرس حياته العملية والنضالية من أجل البحرين. هكذا يرحل عنا الرفاق الرفيق تلو الرفيق، وترحل معهم صفحات مشرفة من النضال الوطني. اسمحوا لي الرفيقات والرفيقات، الرفاق والرفيقات وعائلة الفقيد والحضور الكريم بقراءة جزء من سيرته النضالية التي كتبتها لهذه الليلة. في العاشر من ديسمبر الماضي رحل عنا وبهدوء الرفيق الدكتور إسماعيل القصاب بعد معاناة مع المرض، وكان رفيقنا الراحل أبو نضال قد التحق في بداية ستينيات القرن الماضي في حركة القوميين العرب التي كانت تنشط جنبا إلى جنب مع القوة السياسية الأخرى، جبهة التحرير الوطني البحرانية وحزب البعث فرع البحرين ضد الاستعمار البريطاني والرجعية، حيث انخرط العديد من المثقفين والعمال بالإضافة إلى الشباب والطلبة والمرأة في صفوف هذه القوة التي كانت تناضل بصورة سرية. كان رفيقنا الراحل الدكتور إسماعيل من الطلبة الذين انضموا إلى هذا النضال الوطني، وواصل نشاطه السياسي عندما التحق بالدراسة الجامعية في القاهرة في بداية ستينيات القرن الماضي، وهناك سوف تبدأ مرحلة أخرى في حياته، وبالأخص بعد انتفاضة مارس عام 1965 والضربة الموجعة التي تعرضت لها حركة القوميين العرب في البحرين وهزيمة حزيران عام 1967. نشأ سجالا فكريا وسياسيا في العديد من البلدان العربية وبينها البحرين حول تبني تيار واسع من حركة القوميين العرب الفكر الماركسي، وتحت تأثير العناصر الطلابية من أعضاء ومناصري جبهة التحرير الوطني في القاهرة والتي كان يقيم فيها آنذاك رفيقنا الكبير الراحل أحمد الدوادي كممثل للجبهة هناك. انعطف الرفيق إسماعيل باتجاه الفكر الماركسي وأصبح عضوا في جبهة التحرير. في وقت لاحق سافر إسماعيل إلى موسكو لدراسة الطب، حيث التحق بجامعة الصداقة التي تخرج لاحقا منها، وتزوج هناك من الدكتورة هدى مرهون التي كانت تدرس في نفس الجامعة، وأنجبت له في عام 1978 ابنه البكر نضال. وبعد عودتهم إلى البحرين بسنوات رزقا بابنهم الثاني علاء. وكان الفقيد العزيز من قادة الطلبة الذين ساهموا في تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في 25 فبراير عام 1972 في دمشق،
كمندوب عن رابطة الطلبة في موسكو. عندما بدأ الانفراج السياسي في البحرين في فبراير 2001، كان رفيقنا الراحل الدكتور إسماعيل من ضمن الذين شاركوا في الاجتماع التشاوري التأسيسي للمنبر التقدمي الذي أقيم في نادي طيران الخليج في 12 يوليو 2001، كما شارك في الاجتماعات اللاحقة لتأسيس المنبر التقدمي، وانتخب في مجلس إدارة المنبر التقدمي في المؤتمر الثاني العام 2004، كما انتخب في المؤتمر العام الثالث في عام 2006 عضوا في اللجنة المركزية وأيضا في المكتب السياسي. الذكرى العطرة والخالدة للرفيق الراحل الدكتور إسماعيل القصاب، وشكرا لكم. شكرا للرفيق فاضل الحليبي. كلمة عائلة الفقيد الرفيق إسماعيل القصاب يلقيها شقيقها الرفيق النقابي إبراهيم القصاب. أتقدم بجزيل الشكر للمنبر على إقامته هذا اللقاء لتأبين أخي المرحوم إسماعيل القصاب. لا أعتقد أن المرحوم يحتاج إلى تعريف بشخصيته أو تاريخه النضالي، فأغلبية الرفاق تعرفون المرحوم على حقيقته، خاصة الرفاق الذين عاصروا النضال الطلابي سواء في القاهرة في الستينات أو موسكو في السبعينات، وما بعد عودته للبحرين بعد تخرجه من الجامعة، حيث واصل نضاله في صفوف الجبهة باذلاً كل الجهود لتحقيق الأهداف الواردة في برنامجها الوطني، واستطاع أن يخلق له علاقات اجتماعية وشعبية مع العاملين في وزارة الصحة، سواء بين زملاء الأطباء أو العاملين في الأقسام المختلفة، وأن يحظى بجماهيرية في مناطق سكنه وأينما كان يتواجد. واحدة من الخصال التي كان يتمتع بها المرحوم أنه كان يعبر عن آرائه بصراحة وصدق حول الأحداث السياسية في البلاد ودور قوى اليسار والمنبر على وجه الخصوص، حيث كان على قناعة تامة بأن المنبر يجب أن يأخذ دوره الحقيقي، خاصة أثناء الأزمة السياسية في العام 2011 وتداعياتها، وإلى أيامه الأخيرة يعيد ويكرر قناعاته بأن المنبر يجب أن يكون امتداداً للجبهة التحرير، وعلينا العمل على ضوء ذلك وفق ما جاء في برنامجه. وكان صراحته في طرح أفكاره سواء متعلقة بدور المنبر أو الأحداث السياسية حادة للبعض، ولكن لم يمنعه ذلك من طرحه والتأكيد عليها وفق قناعاته. ومع كل انعكاسات الأزمة السياسية في العام 2011 ورؤيته الموقف المنبر منها، خاصة الموقف من التيار الإسلام السياسي الائتلاف من أجل الجمهورية الذي أزم الأمور بالإعلان عن الدعوة لقيام الجمهورية وجر البلاد إلى الاحتراب الطائفي وعدنا سنوات الوراء، كان مرحوم على قناعة تامة بأن هذه الأزمة السياسية كانت أن تكون حافزاً لأن يأخذ المنبر موقعه الصحيح من خلال العمل السياسي الواعي والمنظم والمدرك لحقيقة الأحداث والأوضاع الناتجة عنها وأخذ موقعه في الساحة السياسية، إلا أنه وفق تقييمه لم تكن الأمور كذلك، بل أنها كانت في بعض جوانبها مخيبة للآمال، ليس للمنبر فقط بل لليسار عامة. إنني أعتذر عن ذلك، ولكن هذا كان حاله ورأيه، حيث كنا نتناقش في هذه الأمور ونتداولها بيننا إلى المراحل الأخيرة من حياته. حقيقة أنني لا أتحدث بشكل عاطفي عن شخص كونه شقيقي، بل أتحدث عن أخ وصديق ورفيق درب لي على مدى 44 سنة، فقد كنا في أحسن علاقاتنا بالرغم من تميزها بالهدوء والعاطفية والأخوة والرفاقية، وحتى الخلافات كنا دائما نخرج منها ونحن في أتم التوافقات. إننا في يوم تأبين المرحوم الرفيق الدكتور إسماعيل ووفق رؤيته
الفقرة هذه اللي سوف أقرأها هذه أساسا اقتباس من ورقة أعدها الدكتور إسماعيل فيما يتعلق بالمنبر. يعني أنا في يوم تأبين المرحوم الرفيق الدكتور إسماعيل وفق رؤيته أحوج من أكون إلى هذا الاقتباس العمل الجاد لأخذ المنبر لمكانته على الساحة السياسية تأكيدا على امتداده التاريخي لجبهة التحرير الوطني البحرينية التي لعبت دورا سياسيا هاما في تاريخ العمل الوطني في البحرين خلال العقود الماضية، وهو ما يستلزم وجود الإرادة والعزم لدى جميع الرفاق من أجل رص الصفوف وتعميق الوحدة التنظيمية للمنبر وخوض النضال السياسي والجماهيري الواسع، مما يتطلب تطوير الحياة داخل المنبر والارتقاء بأداء هيئات التنظيمية المختلفة وتكريس الديمقراطية في مختلف مستويات العمل التنظيمي لتحقيق مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار والالتزام به من قبل الرفاق، وتأكيد المبدأ الاعتراف بالرأي والرأي الآخر في إطار وحدة التنظيم واعتماد أسس النهج العلمي في اتجاه تكريس مبدأ وحدة الإرادة والعمل. هذا ما كتبه إسماعيل حرصاً على المنبر في 2007 عندما كان في اللجنة المركزية والمكتب السياسي. ختاماً أكرر شكري وشكر العائلة لجميع الرفاق في المنبر على هذا اللقاء لتأبين المرحوم الرفيق إسماعيل قصاب. شكراً. شكراً للرفيق إبراهيم القصاب. أما الآن مع كلمة أصدقاء عائلة الفقيد يلقيها الدكتور حميد اليماني. في البداية مساء الخير جميعاً. أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفعالية التي نؤبن فيها الصديق الغالي المرحوم أبو نضال إسماعيل عبد الرحمن القصاب. في الحقيقة تعرفت على أبو نضال في العام 1979 في الحياة الطلابية وتحديداً في بغداد في أحد مؤتمرات الاتحاد الوطني لطلبة البحرين، وشدني نشاطه وتفاعله ودفاعه المستميت عن قناعاته التي ظل في وفيا لها حتى أواخر أيامه. لم أكن أن أعرف أنه سيكون أعز أصدقائي. بدأت صداقاتنا في العام 1991 وسرعان أصبحت عائلتي وعائلته مرتبطان. لا يمر أسبوع دون اللقاء ولا يمر يومين دون الحديث معه عبر التلفون. تعلمت منه الكثير وأخص بالذات الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. تناقشنا كثيرا واختلفنا كثيرا واتفقنا أيضا كثيرا في شتى المجالات، وظل حبنا للوطن وتطوره يجمعنا، وحبنا للإنسان واحترامه أينما كان شعارنا. كان أبو نضال صلبا قويا يحب الحياة حتى قساوة الوضع الجسدي التي عانى منها في السنوات الأخيرة لم تنال من نفسيته ولم تمنعه من الابتسامة أو السؤال عن الأولاد ودراستهم وصحتهم. وكان عاطفياً، أباً حنوناً وزوجاً يقدس زوجته ويحترم المرأة ومدافعاً شرساً عن حقوقها. مرت 27 سنة سريعة جدا وغادرنا العزيز أبو نضال متألما من ما أصاب أو أصيب به المجتمع البحريني في السنوات الأخيرة من نعرات طائفية بغيضة، مكررا مسيرته منذ أن حل بالقاهرة طالبا ومن ثم في موسكو، ذلك الزمن الجميل الذي لم يعرف هذا المرض، متمنيا أن يعي الجميع مخاطره. برحيل أبو نضال لم أفقد صديقاً مخلصاً فقط، بل فقد الوسط الطبي طبيباً ساهم بتطور اللجان الطبية التي عمل فيها، وفقد اليسار عنصراً مخلصاً نشطاً، وفقدت البحرين رجلاً وطنياً من الطراز الأول. رحم الله أبو نضال وأسكنه فسيح جناته. شكراً. شكراً للدكتور حميد اليماني. كلمة رفاق وزملاء الدراسة
والحزب يلقيها الدكتور علي البقارة. طبعا أشعر بحزن شديد جدا لأنه تربطني برفيق إسماعيل القصاب علاقة صداقة رفاقية قديمة منذ عرفته في موسكو. أنا لن أتحدث عن الجانب السياسي بقدر ما أنه سوف أتحدث بعض مشاهد من حياة رفيق إسماعيل. رفيق إسماعيل كان يتميز بالروح الإنسانية، كان له لمسات إنسانية جميلة جدا. أول شيء بالنسبة له مثل ما تفضل رفاق بأنه عنده ولاء شديد للحزب، ولاء، وعندما أقول ولاء شديد مستعد بأنه يضحي بأي شيء من أجل الحزب ويدافع عن الحزب. وكان إلى آخر حياته مثل ما قال رفيق إبراهيم بأنه ملتصق بالحزب بشؤون العامة. طبعا كان إنساني بمعنى الإنسانية، كان في مجال عمله يساعد أي واحد، ما عنده كلمة لا في المساعدة، بالذات هو في اللجان الطبية إذا يحس بعد ظروف الإنسان صعبة يحاول أنه هاي. عرفته في موسكو طبعا كان نشيط في كثير من اللجان اللي أسست، وخاصة في المناسبات العامة أو بالتحديد المناسبات الجبهوية، مناسبات الشبيبة أو مناسبات الجبهة ومناسبات الاحتفالية أو غير الاحتفالية. طبعا شارك في الكثير من الأنشطة الطلابية الحزبية في الاتحاد السوفيتي عندما كان موجود في الاتحاد السوفيتي. طبعا بعد رجوعه إلى مملكة البحرين طبعا عمل لعيادة خاصة. العيادة الخاصة كان بعد كان يعالج المرضى اللي ما عندهم بيزات، يروحون سلام عليكم مع السلامة والله معاكم. كان طبعا احنا تربطنا علاقة في مثل ما قلنا في الاتحاد السوفيتي واستمرت هني، وكانت العلاقة بالذات في ننشط كلنا في انتخابات جمعية الأطباء عندما كانت الجمعية بالفعل كانت تعكس آراء الجميع. كان بيت إسماعيل قصاب ما يهدأ لأنه اجتماعات ومشاورات تلفونات اتصالات، حتى لأنه احنا دائما يهمنا في جمعية الأطباء الجانب الوطني، الجانب تأكيد الجانب الوطني، الجانب وعد والتحرير، خلنا نسميه ذيلين الأساس في جمعية الأطباء البحرينيين، وما يهدأ. وكان بعد عنده صفة جميلة جدا هو التسامح، مثل ما قال رفيق إبراهيم المحبة والحب والحنان، مثل ما قال الأخ حميد كان بالفعل تحسه من داخل أنه يحب الناس. يعني أنت ما يزعل عليك. يعني أنا مرة في أحد الاجتماعات المؤتمرات سحبت رحت له من على السنبورة وقعدت، قلت له قعد، ما قال لي شيء، بالعكس يمكن ابتسم وقعد واستمرت علاقاتنا من أحسن ما يكون. ما كان يعني لو غيره ممكن يهاوشني في وقتها، الوقت حامي وكان انتخابات. طبعا إسماعيل ممكن تقول عنه الكثير، بالذات الجانب الإنساني الجانب الروحاني. يعني ما قد ناقشت عن الجبهة عن النضال عن كذا إلا تحسه متحمس، تحسه متحمس طبيعي بقدر ما في نوع من القدسية حاط للجبهة للنضال للعمل الوطني. يعني مو براحة أنه ممكن أنه يهدك وروح، لأنه كانت روحه متشبثة بالعمل الوطني الإنساني. مثل ما تفضل أخوه طبعا علاقاته متشعبة. وقت اللي نجي إحنا حق الانتخابات، انتخابات الجمعية الأطباء،
تشوف اتصالاته متشعبة وتأثيره قوي على الناس اللي يعرفهم. ليش؟ لأنه يكنون الاحترام، لأنه هو ما قد حسيت متهور عند، يعني يحترم الآخرين، يحترم أي واحد سواء كبير أو صغير، فبالتالي الكل يحس بهاي الاحترام بهاي النغمة، بالتالي يحترمونه. يا وقت اللي يتحكى والله باتصل بفلان، رأسا يجيب موافقة ويجيب اتصاله ويعطينا يعني رأي الأخ اللي على الطرف الآخر من هاي. سيدة حقاني ما يخاف من أنه أنت تزعل عليه، لأن قال لك رأيه الصريح، رأيه الصريح ما يكنه داخل قلبه، ما يقول ما يجامل كثيرا حق في مواضيع سواء سياسية أو اجتماعية. طبعا يميل للجانب الإنساني كثيرا في نقاشه في القضايا الإنسانية، يعني يتحيز للإنسان أكثر مما يعني الواحد يتصوره. يعني احنا بالفعل فقدنا خاصية جميلة، يعني انه انت عندك رفيق يتحلى بكل هالميزات. يعني انا جمعتهم في سبع صفات تقريبا أساسية: الصدق في حياته وفي علاقاته، المحبة، التسامح ما بين اللي يحب، تحسه يحب الناس، الإخلاص للتنظيم، للانتماء مالته للوطن. طبعاً اللي عاشوا مع رفيق إسماعيل يحسون إيش قد هو كريم، لأنه محب، فالمحب دائماً معطاة. فهذه الصفة كانت يعني أسأل أن رفاق، بعض الرفاق اللي عاشوا، أبغى أتكلم عن الرفيق إسماعيل، قالوا الكرم هاي أحد الصفات الأساسية اللي عنده، ما يخل في مخباشي وأنت محتاج إليه. طبعا متواضع، يعني ما قطنا مثلا دخلنا نقاش على أساس أنه يتخذ يعني لمركز معين في جمعية أو في مكان ما، يعني في جمعية الأطباء ما قد قال أنا أبغي أصير في ذي المركز أو ذاك المركز. وطبعا دائما يحاول أن يوافق ويتوافق مع الاتجاه العام الوطني بالتحديد، يعني ما يعني بما معنى حاد في أن يكون وطني أو ألا وطني، فدائما مع هاي. طبعا مثل ما قلنا لا يدخر جهدا، مثل ما قلت أنا في عيادته كان يقدم علاج للبسطاء، برغم أنه كان مدخول العيادة شحيح جدا مما تسبب في إغلاقها بعدين. بعد ذلك ما كان يصور لو أنه جاء فقير أنه تعال أنا أبغي لازم هاي أو أنا لديك الشرطة، مع السلامة الله معك. طبعا مثل ما قلنا يعني قدسية الجبهة، أنت لا تقدر تمس اسم الجبهة وقت اللي هو موجود، أو أحد مبادئ الجبهة إذا هو موجود عند قدسية للجبهة. طبعا مخلص في العمل النقابي مثل ما قالوا رفاق، كان نشيط في الاتحاد الوطني وفي رابطة الطلاب في موسكو في الاتحاد السوفيتي. أنا أعتقد ممكن نتحكى وايد عن إسماعيل، وايد بالفعل، وايد من خلال علاقاته، من خلال عمله، من خلال اتصالاته، من خلال أهله اللي احنا نشوفهم، بس للأسف الشديد طبعا الوقت ما يسعي، وبتظل روح إسماعيل ترفرف علينا وتقول لنا أنه الإنسان هو أفضل ما في الكون، هاي الوطن هو أحلى ما في الكون. وطبعا وجبهتنا أحلى جبهة، فحافظوا على وحدة وطننا
وأن نحافظ على الإنسان، وشكرا لكم جميعا. شكرا للدكتور علي البقارة. أما الآن مع أبيات من الشعر يلقيها شاعر التقدمي عبد الصمد الليث، فليتفضل. حسافة يا رفاق، حسافة يا رفاق، نشوف ليل الموت يطفي وجوه أحبتنا، يغطي نجوم عزوتنا، يسكت غصب صوت صوت. حسافة حسافة يا رفاق، نشوفهم يمشون في السفرة الأخيرة لا يرف وداع، في السفرة الأخيرة لا يرف وداع، وموعدنا الأخير، وموعدنا الأخير يروح. حسافة يا رفاق، حسافة حسافة. رفيق دروبنا إسماعيل من راح، راحت لمة اللي كان من راح، رفيق دروبنا إسماعيل من راح، راحت لمة اللي كان من راح، وهذا احنا جميل الصبر من راح، يعني المسار، هذا احنا جميل الصبر من راح، جتوب وللهدف نمشي سوية، جتوب وللهدف نمشي سوية. السلام عليكم، مساءكم وطن. إسماعيل القصاب، كم ضمنا ملء الأسى التأبين، كم صبر الإلاف وهو حزين، كم رأنا فقد الرجال الرفاق كأنجم سطعت فأطفأها السواد الحين، كم كابد التوديع في تلويحة شمل بتغييب الوجوه رهين، كم قد دعاني بالمروءة هاتف لأقول شعرا والوفاء معين، فسكبت من نزف السواعد على اعتبار أنا عامل، فسكبت من نزف السواعد شيء، فسكبت نصف سواعد بقصيدة فجلى رؤى عمالنا التضمين، طبقية الترميز في حرف دعا ليكون غاية عشقه التعين، لن تنفع المتحذلقين رثاثة، لن تنفع المتحذلقين رثاثة، كلا ولا لذواتهم تدشين، فغدا سيذكرني الرفاق، أنا أنعى نفسي، فغدا سيذكرني الرفاق بقولهم قد كان ذا رأي يظن غبين، يعني سطحي، فغدا سيذكرني الرفاق بقولهم قد كان ذا رأي يظن غبين، والآن بعد الموت يبدو ناصحا وله الصراحة منهج ورصين، كم قد وقفت هنا هنا هنا، كم قد وقفت هنا أؤبن راحلا وبجرح روحي رائف وأنين، فنعيت نفسي إذ نعيت أحبتي، فنعيت نفسي إذ نعيت أحبتي، وأنا على ذات الطريق ضمين، فنثفت من صدري
فنفذت من صدري جمار تجملي، والوقت سيف والفؤاد طعين، فلطالما مل الزمان زماننا من بعد ما خط الأنات ظنين. شح السرور مع الأسف، شح السرور وفي الغيابة غبطة، يتوقد الكانون الموقد يتوقد الكانون وهو دفين، يتوقد الكانون وهو دفين. فعلى شموس العمر عتم غمامة، وعلى غصون الصادحين رطين. كيف السلو كيف السلو وفي الحشا نار الغوى، وسراب وصل وسراب وصل ليس فيه معين. قلنا تراءى، عندي قصيدة عنوانها تراءى، تراءى لبعض الظامئين بقيعة سراب، فقالوا ماء غوف توهما. تراءى لهم أن الدجى يمنح الرجا، فظنوا بأن الليل ما عاد معتما إلى آخره. قلنا تراءى والمثال أمامكم، أو بعد ذاك أو بعد ذلك لائم ومشين. ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت قولي، هذا بيت للشاعر العراقي الراحل هاشم الكعبي. ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت قولي، قالها التبيين. ذوقي أميمة. ننعاك إسماعيل حيث تعاهدت في أربعينك في أربعينك رفقة وأمين، فلأنت في ذكراك حيا طيبا، ولأنت بالحفل المهيب قرين، ولأنت بالحفل المهيب قمين، ولأنت تحت ثرى المنامة نبتها، والجذر للنخل الصبور حصين، وجتوب وجتوب بحر رؤاك عند غمارها كالدر يظهر بالمكان مكين. خط النضالات التي تزهو بها، فالقول موقف والفعال تزين. تدري يا إسماعيل، تدري تدري يا إسماعيل إن طريقنا وعر به هدف المسار يبين، ولنا تقدم من رفيقي ذمة، الرفيقين عبد النبي سلمان وفلاح هاشم، ولنا تقدم من رفيقي ذمة، ولها بأجراس الحقوق رنين. قد عاش إسماعيل في كنف العلا، وله جتوب وله جتوب الثابتين عرين، فعليه من وطن الخلود سلامه، فعليه من وطن الخلود سلامه، ومن الرفاق لمجده تثبين، ومن الرفاق لمجده تثبين. شكرا لإنصاتكم. شكرا لشاعر التقدمي عبد الصمد الليث. وردتنا رسالة من زينب نبوة من رئيسة رابطة النساء السوريات، سألقيها عليكم. زينب نبوة أم فياض، رابطة النساء السوريات، بمناسبة التأبين الذي يقيمه رفاقنا في المنبر التقدمي البحرين للفقيد الراحل الرفيق المناضل دكتور إسماعيل عبد الرحمن القصاب، أتقدم بأحر التعازي من عائلته الكريمة التي كان يحمل لها كل الحب والإخلاص، ولرفاقه وأصدقائه ولزوجته الوفية والمناضلة بصمت الدكتورة هدى مرهون، والتي كانت خير معين له في حياته وإسهاماته عامة وأثناء مرضه الأخير خاصة.
كانت قريبة منه دائما تشاركه نضاله وتمده بحرارة وعواطفها ومشاعرها، فهي تجد نفسها جزءا هاما من هذا النضال ولا تعزيه مهما بلغت مصداقيتها تستطيع أن تعوضها عن رحيله. كل العزاء لأولادها الذين يحملون له كل الحب والاحترام والتقدير. سيبقى الرفيق إسماعيل القصاب خالدا في ضمير الشعب والوطن وفي حزبها المنبر التقدمي البحريني، ونبراسا لكل العاملين من أجل انتصار قيم الحق والعدالة والحرية. دمشق 10 شباط 2019. وفي الختام نشكر حضوركم لتأبين رفيقنا الغالي والصبر والسلوان لأصدقائه ورفاقه وذويه ولذكراه كل الخلود.